وراء القضبان، من الواقع ومن الخيال. كيس نعبو سينسنا من جبالنا طلع صوت الأحرار ينادينا بالاستقلال. نسمع لي اللي كانوا معايا في بوسوي يغنيوا يولادنا بالاستقلال لاستقلال وطننا. تتمنى في يوم ما ترجع لبوسوي تشوفوا؟ ولا غني نتمنى نشوف ديك الجهة، شوف ها طبعا ها، وكيف لا. يعد معتقل بوسوي الواقع ببلدي الضايب جنوب ولاية سيدي بلعباس من أعنف وأكبر المعتقلات في الجزائر في فترة الاستعمار الفرنسي. مرت من هنا شخصيات وطنية معروفة أمثال أحمد علوة، رباح بطاط، عيسى الإيدير، هارون رشيد والممثل حسن الحسني، وزعماء سياسيون مشهورون أمثال نيلسون مانديلا والرئيس التونسي الحبيب بورقيبة. هذا هو المعتقل الدخل نتاع عملنا. تم بناؤه في 1854 وأطلق عليه اسم بوسوي بالنسبة للأسقف الفرنسي. له 13 زنزانة متواجدة داخل الثكنة العسكرية في أعالي جبال الضايب، وكان فيه معتقلين سياسيين والقادة العسكريين الجزائريين وغير الجزائريين، أين تعرض كثير منهم إلى أنواع التعذيب النفسي والبدني بشكل رهيب. ولازالت زوايا تحتفظ ببعض الأدوات التعذيب منها السلاسل والأسلاك الكهربائية، فضلا على أسرة أنجزت بمادة الأسمنت المسلح هي شاهد حي على وحشية الاستثمار الفرنسي. ومن بين المعتقلين الذين مروا من هنا جلهم ارتحل وغادر هذه الدنيا، وأصبح هذا المعتقل منذ 1955 من أكبر المحتشدات في الجزائر للشعراء والكتاب والأدباء، ففيه تكونت فرقة مسرحية وندوات أدبية باسم الأخوانيات في معتقل بوسوي، لأنهم سجنوا من أجل قضية واحدة ومن استعمار واحد لا يفرق بين هذا وذاك، وذلك كان هؤلاء السجناء في المستوى الموافق. رحمه الله شهدائنا الأبرار. نستقي من الردى ولن نكون للعدى كالعبيد لا نريد ذلنا المؤبد وعيشنا المنكد لا نريد بل نعيد مجدنا التاليد مجدنا التاليد مجدنا وعهدنا واجب من الوفا يهزنا يهزنا عزنا عزنا غاية تشرف وراية ترفرف غاية يا هنا في عودك طاهرا عيدا.
الشعب الجزائري هذا استقلال هذا مش بطل. شوف هذاك العذاب اللي يتعدد الشعب والإخلاص اللي كان عنده وإن شاء الله مازال عنده.